أخبار اليوم. الاجتماع النهاردة طبعا هدفه احنا دائما بنحاول نتكلم على حجم التجارة ما بين الدولتين، ازاي ننمي التجارة دي برغم ان التجارة زادت من حوالي 5.3 مليار دولار في 2013 ل 6.2 مليار دولار في 2015، بس يمكن الرقم ده لا يرقى للعلاقات ما بين الدولتين، لانه الصادرات المصرية بتمثل حوالي 1% من واردات السعودية، وصادرات السعودية بتمثل حوالي 5% من واردات مصر. فده طبعا نقدر ننمي التكامل ما بين الدولتين. في نفس الوقت بنتكلم على حل مشاكل المستثمرين في الدولتين. احنا يمكن حلينا اكثر من 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، وبنعمل على حل الباقي. لكن في نفس الوقت في حوالي 2.5 مليار دولار استثمارات مصرية في السعودية على 1300 شركة، فاحنا برضو بنتكلم من هذا الجانب، ازاي نقدر نحل بعض المشاكل المستثمرين المصريين. دي حدثت قبل كده طبعا، يعني حاجات زي كده ما بتعرضش ساعة الزيارة في المجلس التنسيقي ما بين مصر والسعودية، هو بيتولى هذا الوضع. في استثمارات السعودية كبيرة ان شاء الله جاية في مجال زراعة، في مجال تربية دواجن، في محور قناة السويس، في مجالات مختلفة من الصناعة، فدي اوريدي موجودة على الأجندة. طبعا ما نقدرش نتكلم على اتفاقات الا لما تتمضى، لكن في مذكرة تفاهم ما بين وزارة الصناعة والتجارة المصرية والسعودية على حل بعض عوائق التجارة، وازاي نقدر نعمق الصناعة ما بين الدولتين. زي ما قلت لك الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 2.5 مليار دولار متوزعة على اكثر من 1300 شركة، والسوق مفتوح للاثنين طبعا، يعني سواء المستثمرين المصريين يستثمروا في السعودية والعكس.